السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بروف سوفت فيديو دوت قناة. إن شاء الله النهاردة ده الجزء التاني من الهاريس كورنر ديتكشن. إن شاء الله النهاردة هنشرح بس الدالة بتاعتنا، الدالة الموجودة في الـ MgoCV اللي هي الكورنر هيس. شرحنا المرة اللي فاتت اللي هو الـ implementation بتاعها، بس إزاي الدالة دي بتشتغل وإزاي بتتنفذ الدالة دي. إن شاء الله النهاردة بس هنشرح الدالة والبارامترات اللي فيها. بس استخدمنا المرة اللي فاتت، لو انت شفت الفيديو بتاع المرة اللي فاتت، استخدمنا احنا هنا المعادلة الاولانية دي في الكورنر هاز في الدالة اللي هو موجودة في الامجو سي في، بيستخدم المعادلة التانية. بس هم هو يعني بس هتختلف بس شوية في الارقام اللي هنستخدمها عشان نطلع فيها الكورنرز. بس نقفل كده. بنقرأ هنا الامج جري فلوت، عشان هي بتبقى طبعا لازم تقرأ جري، دي الامج بتاعتنا. بعد كده بناخد نسخة من الايمج دي عشان هنرسم عليها بقى الكورنز اللي احنا هنطلعها. بعد كده بنقول ايمج ار بتساوي ايمج دوت كوبي بلانك، ده اللي هنشتغل بيها اللي هي الناتج من الهاريس كورنر. بعد كده بنقول سي في انفوك دوت كورنر هاريس، بياخد اول بارامتر اللي هو الايمج، تاني بارامتر اللي هو الصورة اللي هو هيطلع فيها الناتج بتاعه، تالت بارامتر اللي هو لو احنا شفناه كده اللي هو البلوك سايز. البلوك سايز ده اللي هو بيستخدم فيه اللي هو الجاوسن، اللي هو الجاوسن بتاعتك على الكرن بتاعها عامله ازاي. ورابع بارامتر اللي هو الابتشير سايز، اللي هو الكرنر بتاعت السوبر، هي بتبقى 3 يعني نحطها ب3. خامس بارامتر بقى هو الكي اللي هو المعادله، اللي هو بتبقى اللي هو السائد اللي هو بيبقى في المعادله. بيقول لك في المعادله في الويكيبيديا بيقول لك غالبا يعني بيكون القيمه دي يا اما 004 يا اما 006، فانت خليها 004 يعني، او بتبقى من تامية بينهم يعني، يعني لا تكبر ولا تصغر في القيمه دي في الثابت ده. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل هنا نورمالايز، بنقلل بنحدد القيم بس اللي يعني بدل ما تكون كبيره قوي القيم اللي طالعه من الهارس دي، لا هنخليها قليله بس، هنخليها ايه بين 0 و300 يعني. مثلا لو هي 0 1000 هنخليها بين 0 و300، وال1000 دي هتتحول ل300، وال0 هتبقى 0 هتفضل 0 زي ما هي، والقيم اللي بين ال0 وال1000 هتبقى بين ال0 و300. كمان نقول النورم ده دوت ماين ماكس عشان يطبق لنا الكلام ده. بعد كده بنطبق ان الماكسيمم سبريشن اللي هي الار دوت دايليت 1، عشان نجيب اللي هي اقوى كورنرز او اقوى سكور في الايمج بتاعتنا اللي طلعت من اللي هي الار اللي هي طلعت من هاريس. بنلف الايمج دي اللي هي الار، لو الار دي اللي هي في الايمج دي بتساوي الدايليت اللي بتساوي اللي هي الدايليت اللي احنا عملناه، يبقى البكسل دي اقوى او اكبر قيمه في الـ في الـ اكبر قيمه في الصوره يعني، اللي هي اكبر قيمه يعني ما تاثرتش بالدايليت. يعني ايه ما تاثرتش بالدايليت؟ يعني ما تأثرتش ببكسلها اكبر منها، لان هي اوريدي اكبر بكسل عندك. ولازم يكون الناتج اللي في الدايليت ده لازم يكون اكبر من 50، يا يعني ممكن انت تلعب في الثريشولد، يعني ممكن مثلا تخليه 100. كل ما انت بتكبر في الثريشولد ده، طول ما انت بتجيلك بكسلات او كورنرز اقل، بس هي بتبقى اقوى كورنرز عندك في الصوره. طول ما انت بتقلل في البتاع ده، طول ما تظهر لك بكسلات تانيه بس بكسلات ياما متوسطه قوي، اللي هي كورنرز متوسطه اللي انت ممكن تكون محتاجها وممكن ما تكونش محتاجها، فانت حد الثريشولد ده براحتك بقى. بعد كده بنرسم هنا سيركل حوالين النقطه دي في اللي هو الايمج اللي هي بتاعه الرسم اللي احنا حددناها للرسم فوق هنا. بعد كده بنقول نيو اللي هي ونحدد البوينت، بعد كده الراديوس، بعد كده اللون، بعد كده التكنس لو الضخم. بعد كده بنعرض الايمج والريز، بنحول الايمج طبعا للجري بايت عشان نقدر نعرضها من جري، مش هنعرضها بجري فروت. بعد كده نعمل ران بقى ونشوف. لو انت شفت الفيديو اللي فات احنا غيرنا الثريشولد من 50، يعني هو كان ما طلع لنا قيمه احسن، القيم اللي احنا يعني احسن قيم كان مطلع لنا من الثريشولد 100، لكن هنا احنا هنطلعها من 50، لان انا زي ما قلت لك بتختلف المعادله دي بتطلع ارقام غير المعادله الاولانيه اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. هو هنا طلع لك الكورنر زي بتاعتك اهي، فبس هو ده كان درس الفيديو. هو الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك. كلنا ما عجبكش ليه؟ نلقاكم في درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.